من التحديات الرئيسية اللي بتواجهنا في حياتنا موضوع التوازن بين الشغل والحياة. معظمنا بيعرف التوازن على انه ماسك العصاية من النص، يعني انت كل حاجة حقها ومجيش على جزء من حياتي على حساب جزء تاني. ولو ركزتي شوية هتلاقي نفسك في الاغلب ترجمتي الكلام ده جواكي لمعايير مثالية ومستحيل تحقيقها الا لو كنتي سوبر وومن. وهي دي من اكبر اسباب احساسك بعدم التوازن والسعادة وبالتقصير في اي دور بتلعبيه في حياتك. أنا رانيا أبو رابية ومن ليدرشيب أكسبرت، وهقدم لك على جزئين التسع قواعد الأساسية اللي الستات الناجحة بتطبقها عشان تحقق توازن أفضل في حياتها. القاعدة الأولى، حددي هدفك الحقيقي. هل التوازن بالنسبة لك هدف في حد ذاته؟ ولا التوازن وسيلة لهدف أكبر؟ زي السعادة أو راحة البال أو إنك تعرفي تعملي الحاجات اللي بجد بالنسبة لك مهمة زي التواصل مع زوجك وأولادك، أو إن نوعية حياتك عموماً تكون أفضل. واسألي نفسك لما تحققي هتحسي بإيه؟ ولو ما حققتيهوش هيحصل لك إيه؟ عشان تتأكدي من أهميته بجد بالنسبة لك. القاعدة الثانية، حددي أهداف لحياتك الأسرية والشخصية. ووجدي للأهداف دي مكان في جدولك وحطيها قدامك واديها أهمية أكتر إذا ما كانش نفس الأهمية اللي بتديها لتركيزك على تطورك المهني وترقيتك ونجاحك في العمل. في آخر عمرنا ما بنندمش على ترقية ما أخدناهاش، ولا عربية ما اشتريناهاش، ولا فلوس ما عملناهاش، لكن بنندم على عبادة أهملناها، ووقت مع اللي بنحبهم ما قضيناهوش، وقيمة ومبدأ ما علمناهوش لولادنا، ومشروع اجتماعي ما سعيناش فيه. القاعدة التالتة، حددي معايير واقعية ممكن التعامل معها. من الآخر، تأقلمي مع فكرة إن مفيش كمال ومش ممكن تعملي كل حاجة 100% طول الوقت حتى لو ما بتشتغليش. فحددي ايه اللي محتاج يكون فعلا 100% وايه اللي ممكن يتعمل اقل وايه اللي ممكن ما يتعملش خالص وما يأثرش. وبلاش معيارك ده يكون نابع من احساسك بالذنب. فمثلا الاسبوع ده ممكن يكون عندك تقرير مهم تكتبيه هياخد منك وقت ومجهود. اكيد الاسبوع ده ما حبكش كمان ترتبي دواليبك وتبدلي الصيفي والشتوي وتخرجي مع جوزك وولادك وتعزمي اختك. ولو كل ده ما حصلش تأنبي نفسك. ولو الأسبوع ده بنتك عندها امتحانات وهتذاكري معاها، فالتوازن الأسبوع ده إنك تديها الوقت الكافي للمراجعة معاها. وخلي الغدا الأسبوع ده يكون بسيط وسريع، وأجلي ميعاد خروجك مع صاحبتك عشان تلحقي تلعبي شوية رياضة وتقضي شوية وقت مع جوزك وتسألي عن أمك من غير ما تكوني بتجري ومتسربعة. القاعدة الرابعة، نظمي أولوياتك يوم بيوم وشركي كل الأطراف المعنية. كل أسبوع حددي أولوياتك وبعد كده نظمي جدولك يوم بيوم وعرفي إيه الحاجات الأساسية بالنسبة لك ومهمة تحققيها وإيه الحاجات اللي لو ما حققتيهاش مش هتزعلي. والأهم من ده إنك تشركي اللي حواليك في جدولك وتتفقي معاهم سواء على مساعدتك أو إن هم يدوكي المساحة الكافية عشان تلحقي تحققي اللي أنت عايزة تحققيه. فمثلاً في البيت أتفق مع أولادي إن أنا النهاردة عندي اجتماع مهم وهتأخر عليهم، فهعتمد عليهم إن هم يخلصوا واجباتهم ويرتبوا اوضتهم ولما ارجع هنقعد مع بعض نعمل حاجه هما بيحبوها. ونكمل مع بعض القواعد التسعه في الجزء التاني ان شاء الله.